ارجوك اسمع الفيديو ده عشان ممكن الخمس دقايق دول يغيروا تفكيرك للحياه عموما كلها. من اسبوع كده بدات اقع في مشكله، اخرج من المشكله اقع في مشكله تانية، اتعب، اخلص الجامعه ارجع على الشغل على طول، ما بقتش اروح البيت كتير، في ضغط كده في حياتي، في حاجه انا مش فاهمها، انا مخنوق، في حاجه غلط، الدنيا كلها داخله عليا، بقت الحياه كلها بالنسبه لي حاجه كده انا مش قادر استحمل اصلا. كان في ايام اصلا بقعد باليومين ما باكلش من كتر انا ما باكلش. اليومين دول كنت بنام كده وبطني بتتقطع وصداع ومش قادر استحمل، وكنت بنام بالعياط، بعيط كده وانا نايم، بفضل ادعي ربنا لحد وانا نايم كده وبعمال اعيط، انام كده وانا عمال اعيط كده، انام من العياط اصلا. ففي حاجه كل شهر انا متعود بعملها بيني وبين ربنا ومش قايل لحد عليها خالص، كل شهر لازم اعملها، لو حصل ايه، لو معيش فلوس، لو حصل اي حاجه، دي بيني وبين ربنا دي لازم اعملها كل شهر، ملهاش دعوه بحالتي الماديه، ملهاش دعوه باي حاجه خالص. فجه الشهر ده واتزنقت في الفلوس دي، ما كانش معايا فلوس خالص غير هي دي بس، وقلت يعني لو خلاص لو ما طلعتهاش هكمل الشهر بالفلوس دي، لو طلعتها يبقى انا كده معيش فلوس خالص اصلا. وفضلت شايل الهم يومين بالظبط مش عارف اطلعها ولا ما طلعهاش، لو طلعتها مش هيبقى معايا فلوس خالص، ولو ما طلعتهاش هحاول اكمل بيها الشهر لحد اخر الشهر، يعني زي اي طالب طبيعي بيقبض في الشهر او بالاسبوع، بس انا كطبيعه شغلي بقبض بالشهر، فاللي هو لو ما طلعتهاش هكمل الشهر بيها، لو طلعتها يبقى انا كده ابيض من اول الشهر خالص. وبعد كده خدت قرار ان انا مش هطلعها الشهر ده، وقلت عادي يعني ده شهر بس، وكده كده بقالي كتير بطلعها وهطلعها ان شاء الله اذا كان ليا عمر، فهو شهر بس مش هطلعها ومش هيحصل حاجه يعني. وبعد كده تاني يوم قلت لا، يعني ما ينفعش اصلا، انا المفروض انا وعدت نفسي ان انا هطلعها لو حصل ايه، لو حصل ايه لازم اطلعها، ملهاش دعوه بحالتي الماديه. وخدت قرار ان انا اطلع الحاجه دي اللي بيني وبين ربنا، وقلت خلاص وكده كده يعني ده شهر وهحاول اتدبر باي طريقه، بس الحاجه دي طالما انا وعدت نفسي ان انا مهما حصل لازم اطلعها، فانا هطلعها عشان وعدت نفسي بكده، ما ينفعش اخلف الوعد ده بيني وبين نفسي خالص. والله 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 الرد جه بالظبط بعد الموقف ده بساعتين، اكن ربنا بالظبط بيبعت لي كده مسج او بيبعت لي رساله بيقول لي لا انت مش اكرم مني، انت مش هتبقى اكرم مني خالص. بالظبط بعديها بساعتين بعد ما خدت القرار ده جالي اصلا تقريبا ضعف المبلغ اللي كان هيجي لي اصلا، او ضعف المبلغ اللي كنت حاطه بادجت في دماغي اللي هيكمل معايا لاخر الشهر. باب ما اتفتح لي اصلا ما كنتش حاطط في دماغي انه يتفتح ومش قدامي اصلا، باب كده مره واحده جه اتفتح، اصلا ما اعرفش اتفتح منين ازاي، طب ليه كده مره واحده اتفتح لي باب دخل فيه مبلغ ما كنتش حاطط اصلا في دماغي ان المبلغ ده ممكن حتى يجي لي اصلا، او ممكن مثلا ممكن يجيلي ممكن لا، ده هو مش قدامي اصلا خالص، اتفتح لي مره واحده، بقيت قدام الموقف كده قاعد اللي هو ايه ده كرم ربنا ده، يعني اكن بالظبط ربنا بيبعت لي مسج انت مش هتبقى اكرم مني، يعني انت معكش فلوس وخلاص والدنيا كلها مزنقه معاك، وبرده قررت انك توفي بالوعد اللي انت وعدته لنفسك ان انت تطلع كل حاجه لشهر. يعني انا بصراحه والله العظيم انا امبارح كنت خلاص شويه وهعيط من اللي حصل، يعني كنت خلاص تعبان بقى ومعيش فلوس وخلاص والدنيا كلها بتقفل معايا، ومره واحده اقرر كده بعديها بالظبط بساعتين، يعني مش تاني يوم، بعد اسبوع، بعديها بساعتين بالظبط الرد كان جالي على طول. والله والله يا جدعان ربنا كريم جدا، وما تحاولش اللي هو تقول انا معيش فلوس او ربنا ليه بيعمل معايا كده فانا هحاول او اظبطها بس والشهر الجاي هطلع خلاص والكلام ده، لا يا جدعان والله العظيم، يعني انت مش هتطلع فلوس وانت معكش فلوس ذات نفسك اصلا وخلاص هتتزنق عشاني، لا انا هبقى اكرم منك طالما انت قررت كده يبقى خد المكافاه. ف والله العظيم يا جدعان ربنا كريم جدا جدا، بس احنا مش عارفين المفاتيح، مفاتيح قدامنا كلها بس احنا مش عارفين المفاتيح، وبنقول احنا ليه مكتئبين، ليه معناش فلوس، ليه مش عارفه ايه الكلام ده، ليه حالنا كده، احنا اللي معناش المفاتيح، احنا اصلا اللي مش عارفين المفاتيح، قدامنا المفاتيح كلها، قدامنا كل الحلول، بس احنا مش بنحاول اصلا ندخل في اي حل منهم، بنستسهل بنستسكى، بس على مين؟ بس كده يا رب يكون الفيديو فاتكم، وان شاء الله الحلقات الجايه هتبقى احسن بكتير. يعني اصريت ان انا اشارككم الموقف ده عشان الموقف ده اثر فيا جدا، فعلا رساله من رسائل ربنا في حياتي. وبس كده دوس يا كوتش، السلام عليكم.